الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك، ومن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدنيا. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم في هذه الليلة المباركة وفي التي ولد فيها إمام زماننا، اللهم فك كل أسير، رد كل غريب، ارجع كل غائب إلى وطنه سالما غانما. اللهم اكشف عنا هذه الغمة، اللهم ومن أرادنا بسوء فرد. اللهم احفظ شيخنا المجاهد، ورد كيد أعدائه في نحورهم، وأخرجه من بينهم سالما غانما. بحق الصلاة على محمد وآله الطاهرين. ومن عذابك خائف مستجير، اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي، ولا تجهد بلائي، ولا تشمت بي أعدائي. أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برحمتك من عذابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل ثناؤك. أنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون. سجود. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة ساجد كثوب متلبدا بوجه الأرض، فدنت منه قريبا عائشة فسمعته يقول: سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، هذه يداي وما جنيته على نفسي، يا عظيم ترجى لكل عظيم، اغفر لي العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم. ارفعوا رؤوسكم. ثم رفع رأسه وأهوى ثانيا إلى السجود ويقول: سجود. أعوذ بنور
بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرضون وانكشفت له الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين من فجأة نقمتك ومن تحويل عافيتك ومن زوال نعمتك اللهم ارزقني قلبا تقيا نقيا ومن الشرك بريئا لا كافرا ولا شقيا ثم عفر خديه في التراب ضع خدك الأيمن والأيسر وقل عفرت وجهي في التراب وحق لي أن أسجد لك عفرت وجهي في التراب وحق لي أن أسجد لك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وإخوتي وإخواني والمؤمنين والمؤمنات طاعة قربة إلى الله تعالى اللهم بحق ليلتنا هذه ومولودها وحجتيك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلا فتمت كلمتك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك ولا معقب لآياتك نورك المتألق وضياؤك المشرق والعلم النور في طخياء الديجور الغائب المستور جل مولده وكرما محتدوه والملائكة شهدوه والله ناصره ومؤيده إذا آن ميعاده والملائكة أمداده سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو وذو الحلم الذي لا يصبو مدار الدهر ونواميس العصر وولاة الأمر والمنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر وأصحاب الحشر والنشر تراجمة وحيه وولاة أمره ونهيه اللهم فصل على خاتمهم وقائمهم المستور عن عوالمهم وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه واجعلنا من أنصاره واقرن ثارنا بثاره واكتبنا في أعوانه وخلصائه وأحينا في دولته ناعمين وبصحبته غانمين وبحقه قائمين ومن السوء سالمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى أهل بيته الصادقين وعترته الناطقين ولعن جميع الظالمين واحكم بيننا وبينهم يا أحكم الحاكمين بحق الصلاة على محمد وآله الطاهرين